أكثر حاجة نتفكرها وعمري ما ننساها هي تبقيع حواجي، على خاطر وقت لي نبدأ قدام اللوحة الفنية نسرح مع الريشة وما عاد يهمني حتى شيء، وهذا شيء طبيعي ما زلت نعيشه كما يعيشوا الأولاد الصغار الكل. تتصوروا اللي أنا نوصل للمال الفنان اللي قدامكم إذا كنت نخاف من تبقيع حواجي؟ أمو يبقى حواجه ويزيد، يتعلم هو المفيد.